حقد الصليب أنهم كسروا جميع الطائرات، ولكن بفضل الله سوف نقوم بترميمها. هنا انظر، جميع الطائرات كسروها، كسروا الزجاجات، حتى انظر شوفي زجاجاتها هذه كلها يعني كأنهم كسروها جديدا. شوف هؤلاء كسروا جميع الأشياء، هذا حقد الصليب، ولكنه لا يمر إن شاء الله. عندنا طائرات مروحية كبيرة للنقل، وهنا أيضا أسباب يعني وسائل الطائرات المروحية تشاهدونها هنا، شوفوا إن شاء الله كل هذه الأشياء سوف نستعين منها في ترميمها مرة أخرى، ولا مشكلة إن شاء الله، لا مشكلة. سوف تشاهدون كل هذه المروحيات وهي سالمة. انظر هذا ماكينة أحد المروحيات، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله. اركب يا بطل، اركب 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 يا بطل اركب، سوف نتعلم إن شاء الله، لا مشكلة.